ورجعنا لكم بعد الفاصل. معانا فقرتنا اللي دايما بنستناها، هنقدم فيها مشاكل الوزن والسمنة اللي بتقابلنا. معانا النهاردة دكتور محمد حسن، أخصائي العلاج الطبيعي التغذية العلاجية وعضو الجمعية الأمريكية للسمن وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية. هيكلمنا النهاردة عن السمن وأسبابها وأحدث الطرق لعلاجها. أهلا بحضرتك يا دكتور محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور محمد، يعني دكتور الجميل وصديقي العزيز. يعني دكتور محمد يا جماعه صديقي وزميلي من ايام الدراسه زمان، بتشرف وفرحان بوجوده معانا النهارده. اهلا بيك دكتور محمد. دكتور محمد مؤسس مراكز النصر العلاج الطبيعي بالمنصوره وبالاس وكفر الشيخ بيلا، وعدنا انه ان شاء الله قريبا في القاهره علشان الناس الكتير اللي عايزاه. في البدايه النهارده احنا معانا موضوع شيق جدا اللي هو السمنه، والسمنه ده يعني يعتبر مرض العصر. وقبل ما نبدأ مع الدكتور محمد هنشوف فيديو جميل كده بسرعة ونرجع تاني نتكلم عن السمنة مع بعض. رجعنا لكم تاني، هنتكلم النهاردة عن السمنة. السمنة ده طبعا موضوع يعني تقريبا هو موضوع العصر كله، فلازم ناخد بالنا من أوزاننا شوية يا جماعة. الأول يعني احنا ما نعرفش يعني ايه سمنة وامتى اقول على الشخص ده سمين تخين فاتي كده يعني. فهنعرف الاول ايه هي السمنه وايه هي تعريفها عشان كل واحد يشوف نفسه الاول، هو ده سمين ولا كويس ولا تخين. دكتور محمد هو اللي يعرفنا ايه هي السمنه وتعريفها الاول. اتفضل يا دكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا السمنه هو من الامراض الشائعه في الوقت الحالي، ويعتبر زي ما احنا قلنا كده دكتور احمد هو مرض العصر. تزايدت نسبه السمنه في الفتره الاخيره وتجاوزت يعني في اخر احصائيه معموله في منظمه الصحه قالت ان تجاوزت 1 مليار شخص على مستوى العالم. ايه هي السمنه؟ السمنه ده عباره عن تراكم في الخلايا الدهنيه او زياده في عدد الدهون تحت نسيج الجلد. مش شرط ان انا اكون وزني زايد ان انا اكون عندي درجه من درجات السمنه. يعني في التعريفات الحديثه للسمنه ممكن الشخص يكون وزنه زايد بس الزياده دي ممكن تكون عضلات، ممكن تكون ميه، ممكن يكون الشخص ده بيمارس رياضه فالكتله العضليه عنده زايده فوزنه زايد لكن ما عندوش نسبه دهون. عشان كده احنا بنحكم دايما على السمنه هي زياده في نسبه الدهون. دهون بس. طب انا احدد ازاي او المؤشر او المعادله اللي انا اقدر احكم بيها على درجه من درجات السمنه؟ هي معادله بسيطه جدا، حاجه اسمها معدل كتله الجسم او البودي ماس اندكس. ده بنقسم فيه الوزن على مربع الطول. تمام. فبيطلع لي 3 4 معادلات. لو طلع من المعادله من 18 ل 25 يبقى الشخص ده وزنه عادي. طب لو طلعت من 25 ل 30 يبقى في زياده في الوزن، زياده في الوزن. فوق ال 30، من 30 ل 35 ده سمنه درجه اولى، فوق ال 35 سمنه درجه ثانيه، فوق ال 40 بنقول عليها السمنه المفرطه، ودي اللي بتستلزم عمليات جراحيه اذا كان الشخص ما عندوش اراده ان هو يكمل في الرجيم. في برضه في الوقت الحالي موازين جديده، حاجه اسمها امبادي. الموازين دي حديثه بتقدر في مسافه ما فيش دقيقه او دقيقتين بتقدر تعمل لي حاجه اللي هو تحليل مكونات الجسم، تطلع لنا الوزن ونسبه الدهون ونسبه العضلات ونسبه الميه، وبتحسب لي معدل كتله الجسم البادي ماس في دقيقه واحده احنا واقفين على الميزان. فبنقدر نشخص وقتيا اذا كان احنا في مرحله من مراحل السمنه ولا في مرحله زياده في الوزن. تمام. بنحسب سمنه من نسبه الدهون او كتله الدهون بس في الجسم. تمام يا دكتور. ازاي احدد درجه السمنه؟ تمام. بنحدد درجه السمنه زي ما قلت لحضرتك عن طريق المعادله او عن طريق الميزان الاثنين، خلاف الوزن طبعا لان الوزن ده ممكن يكون شامل زي ما قلت لحضرتك في الاول، ممكن يكون شامل وزن العضلات او وزن الميه. طيب دلوقتي في ناس كتيره ما تعرفش ايه اسباب السمنه اصلا، يعني هو السمنه جت كده انا مولود سمين ولا انا باكل اي حاجه او باكل كالوريز كتير او فات كتير؟ فالاول لازم نعرف ايه اسبابها قبل ما ندخل في العلاج طبعا، علشان اذا عرف السبب بطل العجب وهنتجنب الموضوع. تمام. ده فقول لنا مثلا ايه اشهر اسباب السمنه وايه الاسباب اللي بتمر بيها كتير او الناس اللي بيجوا العياده لحضرتك، يعني ايه اكتر اسباب السمنه؟ زي ما حضرتك بتقول كده اسباب السمنه كتير جدا. يعني هو السبب الشائع عند معظم الناس طبعا هو اسباب وراثيه. تمام. يعني مثلا الحاجه جينيتك هرمونات، ففي مشكله خلل في الهرمونات فبيبقى واخد وراثه ايه في زياده في نسبه الايه الدهون. الاسباب الثانيه هي اسباب نمط الحياه، اللايف ستايل، نمط الحياه بتاعنا غلط. معظمنا الحياه متسارعه، حياه سريعه، الوسائل التكنولوجيا الجديده، وسائل الرفاهيه الجديده، ما عادش في حركه، ما عادش في حرق كتير، فده بيسبب. الحاجه الثالثه طبعا الفاست فود، التكاوي، الاكلات اللي هي سعراتها عاليه اللي احنا كلنا بنقبل عليها بحكم شغلنا. الحاجه الرابعه اهمال بعض الوجبات زي وجبه الفطار، تكاسل عنها، ان معظم الناس بتاكل متاخر في وجبه العشاء. يعني لو ما اكلتش وجبه الفطار كده هيجي لي سمنه؟ لا، ممكن يقلل معدل الحرق، ده سبب من الاسباب اللي موجود كده هيجي لي سمنه قريب تقريبا.
حاجه الرابعه طبعا بعض الادويه، في بعض الادويه بتسبب برضو ايه زياده في الوزن. عندنا اشهر الادويه بتسبب زياده في الوزن ادويه الحساسيه، معظمها بتحتوي على كورتيزون، والكورتيزون طبعا بيسبب زياده الوزن. بعض ادويه الاكتئاب، بعض الادويه المهدئات النفسيه، احنا كده ما عندناش ادويه يا جماعه بقى. بعض ادويه زي ادويه منع الحمل. وفي طبعا الملحوظه السريعه في علاقه بين الحاله النفسيه والسمنه، ودي ممكن نفرد لها حلقه كامله. يعني اظن ان في ناس كتير بيجوا لحضرتك العياده بيشتكوا من موضوع ان انا لما حالتي النفسيه بتبوظ باكل كتير او ما باكلش. بالظبط، معظم طبعا السيدات خصوصا الموضوع ده منتشر في السيدات، دايما تعليقاتهم انا يا دكتور لما بكون زعلانه انا باكل كتير او انا بطلع غذي في الاكل. وطبعا في هرمونين بيتفرزوا في الجسم، هرمون اسمه هرمون السعاده ده بيتفرز بالنهار، ده بيعلي معدل الحرق جدا. في هرمون احنا بنقول عليه هرمون الاكتئاب، ده بيتفرز في الفتره المسائيه وده بيدي شراهه في الاكل. عشان دايما معظم الناس بتشتكي واحنا داخلين على فصل الشتاء ان انا يا دكتور بجوع بالليل، مفيش حاجه بتقفل نفسي بالليل. محتاجين برضه بالتكمله لبعض اسباب السمنه، برضه عندنا برضه اللي هو عدم الانتظام في الرياضه. ان معظمنا بقى الوقت بيتكسل نظام الرياضه، احنا ماسكين التليفونات، فاتحين الفيس، فاتحين السوشيال ميديا، ما عادش حد بيمشي، ما عادش حد بيتحرك. دي كلها اسباب بتؤدي لزياده الوزن، ان قله الحركه يعني او قله المشي واهمال الرياضه برضه. انا ليا واحد قريبي يعني كان بيقول لي ان هو لما بيروح مشوار قبل ما يوصل المشوار بيركن عربيته قبلها ب2 كيلو او كيلو علشان يمشي شويه، يمكن انت عارفه برضه. بالظبط، فبيركن العربيه عشان يمشي شويه كده، فما شاء الله محافظ على وزنه. بنحسده على الهواء الاستاذ مهاب، فبنحييه من دلوقتي على النصيحه الجميله دي. طب دكتور محمد، دي كلها اسباب، يا ترى ايه بقى طرق العلاج اللي ممكن حضرتك تبدا بيها؟ يعني اول ما خلاص انت شخصته كده سمنه خلاص، طب بتبدا بايه؟ هو السمنه زي اي مرض، في جزء منها علاجي طبعا، بعض الادويه بتساعد في انقاص الوزن، في منها ادويه كويسه جدا بتشتغل على تنزيل نسب الدهون، في ادويه بتنشط معدلات الحرق، زي اي مرض جزء علاجي. الجزء الاهم طبعا في المنظومه كلها هو النظام الغذائي الصحي. ده الجزء المهم جدا اللي احنا لازم نركز عليه يا جماعه، ده اهم حاجه في المنظومه كلها. لازم يبقى في نظام غذائي صحي، مش شرط كلمه ريجيم ان انا هعمل حرمان او همنع الاكل خالص، ده بالعكس، ده انا ممكن هاكل اكل هيلثي، اكل صحي، كميات كويسه، وهشبع وهمارس حياتي طبيعيه جدا، وهعمل لنفسي جدول سعرات همشي عليه. فبنقول ان النظام الصحي هو اهم حاجه في المنظومه. لازم يبقى في تغيير في اللايف ستايل، تغيير في نمط الحياه، في نظام الحياه. لازم انا ابدا اتعود على شرب الماء كتير، لازم انا ابدا اتعود على الحركه، لازم اهتم بالحاجات المفيده زي الخضروات، زي بعض انواع الفاكهه، لازم اهتم ان يبقى في مسافات ما بين الوجبات وبعضها، لازم اهتم بالرياضه. ده الجزء اللي احنا نحطه تحت بند تغيير اللايف ستايل او تغيير نمط الحياه بجانب الجزء العلاج. طبعا في بقى احدث طرق اللي احنا بنشتغل. انتوا بتقدموا ايه في المركز؟ يعني حابين برضو ناخد فكره عن مراكز دكتور محمد. يعني انا حبيت ده علشان اشوف ليه نروح للدكتور محمد عن حد تاني. فممكن نشوف بسرعه كده مراكز دكتور محمد، نبذه سريعه. ده المركز بتاعنا، ده المتواجد في بلاس المنصوره، احنا صممناه على احدث النظم الجديده. ده اجدد مركز؟ ده المركز الجديد بتاعنا موجود في المنصوره ما شاء الله. مهتمين جدا في المركز طبعا بالتعقيم، مهتمين بالنظافه، مهتمين بالشكل المريح، ان يدي راحه نفسيه للعميل اول ما يدخل، سواء في الاستقبال او سواء في طاقم العمل المتواجد، يخس الدكاتره موجودين، بحيث يحس وقاعد في المركز ان في راحه نفسيه طبعا في الايه؟ في ان شاء الله في اقباله على الرجيم. معانا طبعا مجهزين المركز بكل الاجهزه الحديثه، سواء اجهزه الكرايو، اجهزه الليزر، اجهزه الكافيتيشن، اجهزه الار اف، اجهزه شد الترهلات ما بعد الولاده، اجهزه تقويه عضلات البطن، وحده كامله متكامله من الاجهزه هنعرضها معانا. ومعانا برضه بعض النماذج للحالات اللي ما شاء الله نزلت ارقام كبيره في وقت قصير. دي بتدي طبعا تشجيع واراده للناس ان هم يوصلوا على الرجيم ان شاء الله. تمام يا دكتور، حضرتك كلمتنا عن احدث الاجهزه. تمام، احنا حابين نعرف افضل واحدث الاجهزه للسمنه. تمام، ايه افضل حاجه للسمنه؟ عندنا من الاسئله، يا ريت برضه تكون اسرع حاجه، يعني الناس بتحب الحل السريع شويه. يعني معظم الناس فعلا بتبقى جايه في اول كشف، احنا عاوزين ننزل يا دكتور قبل ما نطلع من غرفه الكشف، عايزين نخس وقت، احنا عايزين حل السحر بعيد عن الرجيم. طبعا في وسائل كتير بتساعد بجانب الرجيم، الوسائل دي عليها دور كبير. احدث حاجه ظهرت في السمنه خلال الفتره الاخيره اجهزه اسمها اجهزه الكرايو. يعني ايه كرايو ثيرابي؟ هي اجهزه بتعمل على تفتيت الدهون عن طريق تجميد الخلايا الدهنيه. الجهاز ده بقى من ماينس 1 لماينس 10، ماينس 1 لماينس 10، الجهاز ده بيعمل تجميد للخلايا الدهنيه، فبيفتت الخلايا الدهنيه. ومن الحاجات اللي الابحاث كلها بتشير اليها ان عدم تواجد الخلايا الدهنيه في نفس المكان مره ثانيه. طيب نظام الجلسات ازاي عشان الناس تبقى عارفه؟ بس مش جلسه واحده هدخل انا هنزل الدهون، وبيبقى نظام زي بروتوكول. بعد ما بنقيس على الميزان الانبادي بنشوف نسب الدهون الموجوده في الجسم. طيب، على اساس كده نبدا نحدد الدهون دي متواجده في منطقه البطن، منطقه الارداف، منطقه الدرعات، على اساس المكان نبدا نحط برنامج او بروتوكول نمشي بيه شهري. حد
بنحدد الجلسات المطلوبه بالظبط. بنحط مثلا معدل الجلسات من مره مرتين اسبوعين بمعدل من 8 ل 10 جلسات شهريا كبروتوكول بنمشي عليه بجانب النظام التغذيه الصحي وبجانب الرياضه الاثنين مع بعض. تمام. يعني الجلسات دي ما بتبقاش على منطقه واحده ولا انتوا بتنقوا المنطقه مثلا هنعمل كام جلسه على الدراع وكام جلسه على البطن يعني بتتوزع حسب المشكله الشائعه؟ هو انا بنحدد طبعا عن طريق الامبادي او عن طريق التشخيص بالمقاسات اللي هو التشخيص البدائي خالص، نشوف اكتر مكان في نسبه دهون، اكتر مكان انت جاي تشتكي منه او حد جاي يشتكي منه. انا عندي مشكله في البطن مثلا من الولاده القيصري، عندي ترهلات، عندي زياده في نسبه الدهون، او يا دكتور انا عندي مشكله في الرجلين او مشكله في الدراعات، عامله لي احراج في اللبس او عامله لي عدم ثقه بالنفس. تمام. بنبدا نشوف المكان ده نسبه الدهون فيه متراكمه قد ايه. النحت، انتوا عندكم النحت يعني انتوا بتعملوها بنسب مش اي حاجه بالزبط. اكيد مش عشان في مقاسات ستاندر عندنا، يعني لو بتكلم عن مقاس البطن مثلا اللي هو يهم معظم الناس، بقول الستاندرد في مقاس البطن للسيدات من سن 25 سنه لحد سن 40 سنه 88 سنتي، مقاس ستاندرد للرجاله في نفس السن حوالي 102 سنتي. بلاش نتكلم عن الرجاله عشان الاحراج. بنتكلم مثلا نسبه الدهون الطبيعيه المتواجده في سن من 20 سنه لحد 40 سنه بالنسبه للسيدات بتبقى من 20 ل 25%. لو ازيد من كده بنبدا نتعامل بقى، نسبه الدهون بالنسبه للرجاله في نفس السن بتتراوح من 12% ل 18% من وزن الجسم. تمام. ملتزمين يا دكتور؟ الاعداد كله معانا نوزن نشوف المقاسات دي. ملتزمين بقى نمشي بنظام غذائي مع الاجهزه مع الجيم، الثلاثه ملتزمين عشان بالزبط. نوصل لافضل نتيجه بالظبط. دي النقطه اللي بنقول عليها يا جماعه، طبعا احنا الجلسات هي حل سريع، حل جذري لتفتيت الدهون، حل جذري لنحت الجسم بيوصل للشكل اللي احنا عاوزينه، الشكل اللي بنحلم بيه كلنا، مريح معانا في اللبس، مريح معانا في الصحه، بس بجانب كده لازم نتعود على نظام غذائي صحي بحيث ان احنا نتعايش معاه بعد كده. حضرتك يعني جبت لنا فيديوهات نشوفها، الحالات كانت عند حضرتك في العياده ممكن نشوفها يا جماعه؟ دي ما شاء الله بعض الحالات المتواجده معانا في المركز سواء في بالقاس او في بيلا، نزلت اوزان كتير فتره قصيره طبعا عن طريق منظومه غذائيه كامله، برنامج غذائي مع جلسات النحت او جلسات التفتيت وجلسات التخسيس. يعني هو بروتوكول علاجي مش حاجه واحده بس، يعني كل حاله ليها حاجات معينه بيها بالظبط. هو حسب السن والفئه العمريه، يعني احنا بنبتدي اصلا في الفئه العمريه من عندنا من المركز من سن 6 سنين او 7 سنين لحد سن 60 سنه او 70 سنه، يعني على حسب. اقصد مثلا في واحد بيناسبه الجلسات، واحد يناسبه النظام الغذائي، واحد يناسبه الرياضه، ولا دول كلهم لازم يبقوا ميكس مع بعض؟ بالظبط. لا طبعا في ناس بنحط لها نظام غذائي فقط، في ناس بنحط لها نظام غذائي بجانب الرياضه، في ناس بنحط لها نظام غذائي مع رياضه مع جلسات، في جزء بيحتاج جزء علاجي، في مشاكل في الغده الدرقيه، فحسب الحاله نفسها بنحدد البرنامج والبروتوكول اللي احنا بنشتغل بيه. طب موضوع ضعف الحرق او ثبات الوزن، الناس اللي جربت رجيم وما بيخسوش، رجيم وما بيخسوش، ده يعني ايه او سببه ايه وممكن ايه رايك فيهم او هو يعملوا في ايه؟ جزء منه طبعا من ضعف الحرق او ثبات الوزن بيبقى جزء منه بسبب اضطراب في الهرمون او كسل في الغده الدرقيه او خلل او ضعف في افراز الغده الدرقيه اللي هي المسؤوله عن تخسيس الجسم. طبعا الجزء ده بيتعامل معاه اخصائيين الغده الصماء عن طريق ان هم بيدوا جرعات علاج معينه لزياده معدل الحرق. في جزء تاني طبعا بيبقى السبب ان احنا عملنا رجيم كذا مره، والكلمه دي نقف تحتها كتير، انا يا دكتور انا عملت رجيم كذا مره، طبعا ده بيقلل معدل الحرق. الجزء الثالث طبعا اسباب عدم الحرق ان مفيش انتظام، يعني انا بعمل رجيم فعلا انا ما باكلش، انا حارم نفسي من الاكل او حارم نفسي من الاكل، بس انا ماليش اصلا نظام معين. نيجي نسال مثلا طب حضرتك او حضرتك احكي لي على النظام، نيجي نتفاجئ مثلا احنا ما بنشربش ميه في النظام، نيجي نتفاجئ مثلا انا ما باكلش يا دكتور غير مره واحده عشان اخس اسرع، هو اللي انا يا دكتور منع النشويات خالص او العيش او الرز او المكرونات عشان الحرق بتاعي يزيد. طبعا دي بعض العادات والمفاهيم الغلط في نظام الغذاء الصحي، لازم كل مكونات الاكل تدخل بس بنسب معينه او بنسب مظبوطه. اللي يقدر يحط كده، احنا في العياده عندنا موفرين اكبر كم من دكاتره التغذيه بيساعدوا وبيوجهوا معانا، يقدر كل شخص يناسب نظام غذائي، مش هجيب نظام غذائي مثلا من على الفيس او من على النت او من اوروبا انا شغاله بيه والتزم بيه وهو مش هيناسب وزني مش هيناسب جسمي. بيختلف جسم بالزبط. عن جسم. طب عايزين نعرف ايه المميز عند حضرتك في المراكز يا دكتور؟ تمام. اللي طبعا اللي احنا بنقدمه في المراكز عندنا، اول حاجه ان احنا عاملين مراكز غرف منعزله تامه للجلسات. تمام. بتحس بخصوصيه تامه في المركز. تمام. حاجه الثانيه طقم العمل اللي شغال من سواء من الدكاتره او من الفنيين على اعلى مستوى، الناس كلها بتتميز بالحرفيه والاتقان. الحاجه الثالثه الاهتمام والاهتمام والتواجد في المتابعات في مواعيدها. الحاجه الرابعه طبعا احنا مجهزين المركز باحدث الاجهزه. ما شاء الله كل سنه ما بينزل جهاز جديد بنبدا نوفره في المركز. عاملين عليه شغل كويس جدا، اللي بيشتغل عليه شغال كويس جدا،
في اهتمام ومتابعات كويسه جدا. يعني مثلا الحاله بتاخد وقت قد ايه على ما تطلع بالشكل اللي هي عايزاه؟ يعني شهر، شهرين، ثلاثه؟ على حسب الوزن طبعا، يعني الوزن كل ما يكون ازيد بيبقى الفتره محتاجاه اطول، والوزن كل ما يكون اقل الفتره محتاجاه اقل. بس ما شاء الله زي ما احنا شفنا في الفيديوهات معظم الناس المعروضه خاسه في ارقام من 30 ل 40 ل 50 كيلو فترات قصيره جدا. احنا بنعمل برنامج مكثف ببرنامج ومنظومه كامله ما بين خليط زي ما حضرتك سالت يا دكتور احمد النظام الغذائي والرياضه والجلسات وجزء طبعا يعني الحاله النفسيه برضو بتهتموا بيها يعني جدا جدا جدا. لو احتجتوا اي حاجه كلموني طبعا دكتور احمد نورنا. النصيحه يا دكتور اللي ممكن تقولها للمشاهدين خلال دخول فصل الشتاء؟ تمام. احنا يا جماعه طبعا فصل الشتاء مشكله عندنا داري. كلها عندنا في مصر كلها طبعا في الشتاء هي موضوع الاحساس بالجوع او الشهيه المفتوح جدا. طبعا يا جماعه فصل الشتاء زيه زي اي فصل، احنا بس في حاجات بنأثر فيها فبنحس بجوع. اول حاجه ان احنا ما بنهتمش خاصه نشرب ميه او سوائل خالص، الجو برد يا دكتور والميه ساقعه انا ما بشربش ميه. الحاجه الثانيه طبعا ان بالليل الجو برد جدا احنا محتاجين حاجه ناكلها عشان تدفينا. احنا ممكن ناخد بعض الوجبات الصغيره بالليل تحسسنا بالشبع وسعراتها قليله، يعني ممكن مثلا اخد اربع خمس معالق شوفان مع كوبايه حليب او كوبايه زبادي. يعني الميه في الشتاء برده المفروض تبقى قد ايه؟ هو الميه في الصيف المعتاد للجسم في سن من 15 لسن 45 بنشرب من 2 ل 3 لتر ميه يوميا سواء برجيم او من غير رجيم. في الشتاء طبعا معظم الناس بتعمل ما بتشربش ميه تماما، نيجي نسال في الكشف لا ما شربتش ميه خالص من امبارح. دي مشكله كبيره جدا. فالميه ما تقلش في الشتاء عن 2 لتر ميه في اليوم. بس بنعوض نسكافيه بقى ومشروبات سخنه يا دكتور؟ في بعض المشروبات بتنشط الحرق وبعدها بيقل. يعني المنبهات القهوه مفيده جدا في الرجيم، ماده الكافيين ماده حرقه للدهون، نسكافيه البلاك او جولد كويس جدا، نسكافيه 2 فواحد 3 فواحد من مبيضات او كريمه. بنعمل دعايه يا جماعه للنسكافيهات كلها اهو، نسكافيه جولد وللقهوه شابوه للقهوه يا دكتور. الحاجات اللي بتقلل معدل الحرق جدا طبعا الحاجات اللي فيها ماده مبيضه او كده. فدايما بنهتم بمشروبات زي اليانسون زي النعناع زي الكرويه زي الشاي الاخضر، الحاجات دي كويسه جدا تعوض شرب الميه. سكر دايت اكيد. السكر بتاعه قليل جدا طبعا، او مستخدم بمحلات السكر الصناعي، انواع من الانواع كويسه جدا طبعا. بنهتم برده في الشتاء ما نكسلش من بعد العشاء كده ونبدا ايه الجو برد نعدي تحت البطانيه ما بنمشيش ما بتحركش نقعد قدام التي في، لا نبدا نمشي ونمارس حياتنا طبيعيه جدا. ولينا بقى بعض الوصفات زي اللي انا كنت بتكلم فيها، انا ممكن بالليل اعمل فشار بزيت الذره مثلا ملح خفيف، انا ممكن بالليل اخد شوفان في زبادي او في لبن، انا ممكن بالليل مثلا اخد زبادي على عصره ليمون، ممكن زبادي عليه معلقه قرفه، بعض الوصفات اللي بتديني احساس بالشبع. طيب يعني منطقه البطن بالذات لما بتزيد وبقيه الجسم شكله كويس، يعني الاقي مثلا احنا كمصريين وانا يمكن بدات اقلق من الموضوع ده ان منطقه البطن عندي بدات تزيد، يمكن اللايف ستايل بتاعي بدا ان انا بقعد كتير بشتغل اكتر بسوق كتير فبدات تزيد. دي بقى بالذات عايزين نعمل ايه؟ لان السؤال ده انا عايز اعرفه يعني. تمام. احنا بنفرق طبعا ما بين حاجه اسمها سمنه عامه وسمنه موضعيه. لما اكون عندي زياده في مكان معين ده بنقول عليه السمنه الموضعيه، السمنه الموضعيه لانه في تراكم في الدهون في المكان. نيجي نشوف الاول ايه السبب؟ السبب مثلا زي حضرتك دكتور احمد انت متواجد في العياده طول اليوم ما بتمرش الرياضه غير مره في الاسبوع او حاجه. كل جمعه للاسف. بتسوق كتير فترات طويله، فطبعا السبب الاساسي هو ضعف في عضلات البطن. بجانب ممكن يكون طول النهار مشغول طبعا ما ناكلش غير بالليل زي مشكله ناس كتير بتجي لنا العياده، فالاكل بالليل طبعا معدل الحرق ضعيف جدا بالليل، معظم الاكل بيتحول لدهون وبيناقي اضعف منطقه. بالنسبه للراجل اضعف منطقه منطقه الكرش، كرش الراجل، فبتراكم الدهون. بالنسبه للست حسب طبعا الايه حسب تقسيمه الدهون الموجوده فيها، اذا كانت واخده شكل تفاحه او شكل كمثرى، اذا كانت الدهون في الجزء الفوقاني والجزء التحتاني. طب ايه الحل في السمنه الموضعيه؟ افضل حل في السمنه الموضعيه طبعا هو الاجهزه او الجلسات الموضعيه بجانب تنظيم غذائي وليس رجيم. مش شرط نعمل رجيم في السمنه الموضعيه، تنظيم غذائي. بس انت كده هتستناني الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله تنورنا. طب وايه تاني؟ يعني ممكن الجلسات بس ولا مارس حاول العب بطن مثلا؟ طبيعي مع الجلسات طبعا بقى في جزء رياضه مهم جدا كتقويه لعضلات البطن حسب ما حددنا المشكله. اذا كانت المشكله في الاساس هي ضعف عضلات البطن، مع الجلسات بنعمل نظام رياضي تقويه لعضلات البطن، وده بنوفره عندنا طبعا في المراكز عندنا، احنا موفرين احدث وحده جيم موجوده. تمام. في طبعا يعني الوقت عدى بسرعه بالنسبه لحته الرشاقه والنحافه، احنا يعني حاولنا نعمل حلقه مكثفه شويه مع الدكتور محمد قلنا فيها يعني كميه معلومات رهيبه، فانا حابب بس اسمع من حضرتك كده ملخص للحلقه، ايه اهم النصايح ناخد بالنا من ايه؟ امتى اخاف من السمنه؟ لان احنا عارفين طبعا المضاعفات والكومبليكيشنز بتاعت السمنه اللي هي ممكن تدخل في تصلب شرايين ومشاكل السمنه الدهون الرهيبه، فايه النصايح وناخد بالنا امتى من ان السمنه ممكن تكون خطر على حياتك؟ تمام. بالظبط. هو احنا يا جماعه نبدا نلاحظ وزننا، نراقب وزننا جميعا على الميزان. اذا الميزان بدا يزيد معايا ويزيد بشكل ملحوظ وفترات قصيره، لا لازم نوقف بقى ستوب، نبدا نزور دكتور تغذيه، اقرب دكتور تغذيه لينا يبدا يعمل لنا فحص مبدئي زي ما احنا اتكلمنا، يشوف نسب مكونات الجسم، نسبه الدهون عاليه، نبدا يا جماعه نغير نمط الحياه، نغير نظام الحياه، حاجات بسيطه جدا ممكن نعملها نهتم بيها، نبدا نتحرك، نبدا نستغنى عن العربيه شويه، نبدا نستغنى عن المواصلات شويه، ده يفرق معانا كويس جدا. نبدا نهتم بالحاجات النصائح اللي انا قلتها، نشرب ميه كويس جدا، ناكل فاكهه كويس،
كويس، ناكل خضروات كتير. تمام. نبدا ننظم مواعيد الاكل، نحط مسافات ما بين الاكل وبعدها، بلاش النوم بعد الاكل، بلاش المشروبات اللي السكر عالي جدا، بلاش الملح الكتير في الاكل كده، بلاش كل حاجه. لا لا، ونهتم طبعا بالحاجه الصحيه جدا، يعني الحاجات الصحيه اكتر من الحاجات الممنوعه. تمام. في النهايه يعني بحب اشكر الدكتور محمد على النصايح الغاليه والجميله دي. احنا كده المفروض عرفنا الروشتة بتاعتنا بالنسبه لشكل الجسم ازاي نحقق السعاده. احنا النهارده عرفنا شويه حاجات دي اللي هتخلينا نحقق السعاده في الجانب ده. بحب اشكركم على الحلقه الجميله دي، وبشكر ضيوفي الكرام، بشكر نيفين على الحلقه الجميله بتاعه النهارده، واشكر دكتور محمد حسن ناصر اللي كان مشرفنا النهارده. يا ريت بقى تبداوا تنفذوا الحاجات دي، وان شاء الله الحلقات اللي جايه انتظرونا مع ضيوف جديده وحوار شيق وممتع تاني، كل ده علشان نحقق السعاده ان شاء الله بكل الطرق. انتظرونا السبت الجاي ان شاء الله، واشوفكم على خير باذن الله. مع السلامه.